يلا هاي دراما العرايس شوي. هاي لشو؟ هاي العزة. من يوم ما عرفتك تخيلت بأننا رح نكون لبعض. شو بتقولي لجوزك من بعد ما يصير جوزك؟ هلا لما تتجوز ورح تسمع هذا الفيديو شو بدك تخبي له مساج حلو؟ اوكي اوكي حبيبي نور، بدي احكي لك انه انا اكثر بنت محظوظه في العالم فيك. انت عن جد عن جد فارس احلامي، يعني كل الاشياء اللي بحبها موجوده فيك، وبتمنى نضل مع بعض على طول العمر ونعيش بحب وسعاده وصحه وخير ونحلم اكثر واكثر مع بعض. And silence please. مرحبا، اليوم الكبير تبعي، يوم عرسي، وعم جهز حالي وحبيت اشارككم معي في الاجواء، اخذكم بالتحضيرات ايش عم بعمل وكيف عم بسوي، لانه تحديدا اليوم قررت انه اعمل انا الميك اب تبعي للعرس. طبعا ما احكي لكم ماما من امتى، من يومين صار لها عم تبكي حرام، بالذات لما شافتني قست الفستان الابيض، سو يعني ان شاء الله اليوم بضلها ماسكه دموعها. اذا رح اقدر امسك دموعي انا ولا لا خلينا نشوف. وقت ما قست الفستان وشفت ماما بتبكي صرت ابكي، وصارت اختي تبكي وصارت صاحبتي تبكي، فاليوم ما بعرف، ان شاء الله لا، عشان يثبت الميك اب يعني على الاقل. طبعاً عن جد اليوم من أحلى أيام حياتي، بداية لمرحلة جديدة أنا وشريك حياتي، أهلي وأحبابي وأصحابي حوالي، فعن جد الفرحة اللي جواتي ما بقدر أعبر عنها. نصيحة لكل صبية وشاب عم بتزوج وعرسهم هلأ، يعني الكل عم بيسألني كيف أنت هالقد رايقة، يعني بالنهاية أنا هذا اليوم بدي أنبسط فيه، فإذا مش كل التفاصيل 100% وعالتكة مزبوطة it's okay يعني، فالمهم إنه الواحد يطلع ويرقص وينبسط، هذا أهم شيء. بقول لحالي وأنا عمري 7 سنين 12 سنة يمكن إنه هاليوم هذا هو يوم رح يكون كتير مميز، رح تنبسطي فيه كتير، افرحي فيه كتير، لأنه فعلاً لما يكون شريك الحياة هو الشريك اللي بتحلمي فيه رح يكون واحد من أسعد أيام حياتك. طبعاً ستايل العرس اللي عملناه واخترناه هو ستايل بسيط جداً، بشبهني وبشبه نور وبشبه أصحابنا وأحبابنا اللي حوالينا. قررنا إنه تكون المساحة أول شيء هو عرس خارجي، وحبينا الثيم يكون يبين زي كأنهم عنا في البيت، يعني زي كأنهم قاعدين بحديقة البيت. وبما أني أنا من فلسطين بعشق شجر الزيتون، فكنت عم بدور بلاقي أماكن إذا فيها شجر زيتون أو حتى أني أضيف أي أغصان لورق الزيتون على الطاولات، لقيت مكان في شجر زيتون في كل الساحة، فأنا شو كيفت انبسطت كتير كتير. ففي شجر الزيتون رح تكون بالنص، رح يكون مضوى ضواو حوالين المكان كله. تعرفي انه شريك الحياة اللي بدك تكملي حياتك معاه لما يكون في تفاهم ويكون تكون الحياة سلسة، يعني ما في تعب بالتفكير انك تغيري من نفسك، تغيري من شخصيتك، في حب، في اهم شيء الفكر متشارك، الحياة رؤية الحياة كمان وحدة، فهاي برأيي هي الاشياء الحلوة والاساسية والمهمة. لكل امرأة عربية رسالتي لإلك إنه أنت دايماً لازم إذا بده يكون في حدا بحياتك فهذا الشخص موجود معاكي، لأنه بحبك وبتحبيه، لأنه بيقدرك وبتقدري، ولأنه هو رح يكون داعم كبير لإلك بكل مجالات الحياة، ما رح يحاول يغير بشخصيتك، ما رح يحاول يوقف بطريق تطورك ولا بأي شكل من الأشكال، فهاي هي النصيحة لإلكم. الشجر عن جد إن المكان بياخد العقل. هنا شايفين المكان مقسم لاسمين، اسم بلاط
واسم عشب. راح نحط الستيج ومكان الرقص عند العشب، وهون اول ما يفوتوا الناس راح نحط هيك الاستقبال، ومفكرين انه الزفه تبلش من هاي الساحه وبعدين الناس يكملوا لهناك. شو وضعكم مع البساس مع البسه؟ حرام مضروبه رجلها. يا حرام يا حرام. هون راح اجهز حالي. عمل العرس رح نعمله في الأوليف جاردن تبع ميليا ديزرت بالم. So, هاي هي الغرفة اللي أنا رح أكون فيها وقت العرس، رح أعمل شعري والميك اب تبعي. زينة شو رأيك أغير شعري بين الفقرات؟ عم فكر أرفعه. مفاجأة. مفاجأة. أوكي ماشي. شو بيبي بتقول، أغير شعري ولا أخليه نازل بين العشاء والهاد؟ شوفوا أنا حاولت أنصحها بأنه نخليها هذا تبعت القصصية اللي بتقول لك بدي يعني أرفع شعري هيك. والله كان لابق لك بعرس زينة. ما هو يمكن هاي اللي أسويها هلأ، حتشوفوا بآخر الفيديو إذا عملت هيك ولا لا. وصلت هلأ على الأوتيل ورح أبلش أحضر حالي. رح أفرجيكم الغرفة هون. هاي ماما وزينة عندي. ماما سندوين حبيباتي حبيبات قلبي. وهلا رح نبلش نجهز حالنا. شو رايكم ماما وزينة اني انا قررت اعمل المكياج تبعي؟ شو بتقولوا؟ انا بفضل يعني حكينا انه انا قلت يعني انه بهذا اليوم حابه اطلع زي دائما، مش حابه اطلع منظري كثير مختلف وهيك اطلع حدا تاني. اهم شيء اهم شيء انه شجره الزيتون اللي انا حاببتها موجوده هيك بنص العرس ومزينينها بالضواو. وهاي حطيت العده تبعتي. هي شجرة الزيتون اللي هناك. تعالوا أفرجيكم كيف صار. ما انتوا شعري منكوش لسه. So, هاي هيك الأشياء. يلا 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 يلا. وين هربت؟ مش رح تهربي مني. تعالي أخت العروس. ماما نور كيف حالك؟ تمام. شو الأخبار؟ جيد. نور هو يعني اليوم مجهز لي كل شيء، شفتوه بالفيديو اللي قبل، وهلأ عامل لي مسكتي برضو فيها زيتون. تعالوا أفرجيكم إياها. هاي مسكتي فيها أوراق زيتون. بتعرف قديش الزيتون بيعني لي؟ فزيتون وورد ابيض. ستيف وصل رح يعمل لي شعري. وصل. انا جيت. نسمة اليوم رح تكون السوبرفايزر، رح تعمل لماما وزينة ميك اب. بالضبط تقيم لي الميك اب تبعي كيف رح يكون، اذا بده اي رتوش وهيك. سو جاهزين. فستان العرس. هيو. وضايل الطرحة وما فيش وقت نعمل فوتوشوت. لا لا بصير اعيط. لا يلا معنا اقل من ساعة يلا. و يس يلا. هاي دراما العرايس شوي. طيب وين رايحة؟ رايحة مش حد وين، المفروض رايحة اتصور. لا إذا طلعت هيك رح أشوفها. أوكي. هاي لشو؟ هاي العزة. أوكي.
لازم تروح تتخبى هسه. لازم تتخبى اوريدي خلص انكشفنا لازم.